صباحكم بالخير مشاهدين مريم تي في لليوم الثلاثاء 16 شعب 2022. كل مشاهدين على الموعد بنقلكم صباح الخير، صباح الأمل، صباح نهار جديد. مدعيتكم بالبداية بعيد السيدة اللي كان مبارح، وإن شاء الله الكل بيكون بخير، وبكون هالعيد عن جد وجه خير علينا وأمل وفرح، لأنه نحن صرنا بحاجة أنه نتأمل بكل عيد يكون بيحمل معه كل الخير والبركة للبنان ولكل الناس اللي بعيدوا هالعيد. كمان بدي عيد بهالمناسبة محطتنا مريم تي في وكل اللي بيشتغلوا فيها، لأنه نحن لها خصوصية بهالمناسبة عنا بمريم تي في. بالبداية ما بعرف إذا نهاركم بلش بأمل، ولكن هو المفروض أنه يبلش بضحكة ونقدر نشوف شمس جديدة ونهار جديد. ما بعرف الإرادة قد إيه عم بتكون قوية عندكم، وقد إيه عم تقدروا تحققوا اللي بتصمموا عليه من بعد إصرار ومن بعد إرادة طويلة. ومرات منفشل من أول مرة بالشي اللي بدنا نعمله، بنرجع منعيد مرة تانية ونضلنا نعيد لنحقق اللي بدنا، الهدف اللي بدنا نحققه بالحقيقة. رح أخبركم خبرية صارت بالزمانات، بيقولوا إنه صارت على وقت المتصرفية. كان في أمير لبناني بالجبل كان على طول يتطلع بأمل، وأول ما يفيق الصبح يتطلع على الجنينة اللي هي جنينة القصر المحيطة بغرفته. كان عم يتطلع على شجرة، وهيدي الشجرة كانت سنديانة. بنهار من الأيام شاف على الشجرة في صقرين، صقر صغير وحده صقر تاني كمان صغير، اثنيناتهم بنفس العمر تقريبا. أول صقر فلش جناحاته وطار، طار وحلق بالسما. تاني ما قدر يطير، شغلوا باله للأمير الصقر التاني وقرر أنه يروح يشوف شو قصته. حاول أنه يجيب طبيب مختص بالطيور، وسأله أنه ليش ما عم يقدر يطير. كعي الحكيم وما قدر يلاقي دواء لهالصقر هيدا. جرب معه كتير، فحص له جناحاته إجريه، ما لقى ولا مشكل فيه لهالصقر أبدا، حتى صحيا وجسديا كتير منيح، الصقر خلقه كاملة مفترض أنه يطير. ضلوا هالأمير مشغول باله بهالصقر أنه ليه ما عم بيطير. قرر أنه يتواصل مع حدا عايش بالضيعة القريبة، وهو قروي عنده خبرة بالزراعة وبالطيور. قال له فيك تجي لعندي تنشوف شو قصة هالصقر اللي موجود عندي على الشجرة، مع انهم كانوا اثنين، واحد حلق وصار بالسما والتاني ما عم يقدر يطير. اجا هالفلاح صار يتفحص كمان العصفور الصقر وما لقى في اي علة. قال له للامير انه هو ما بيشكي من ولا مشكل. قطع له الجذع الشجرة اللي هو متمسك فيه، كسره، وإجا الصقر بده يوقع على الأرض، فرد جناحاته وطار. طار وعلى بالسما وحلق، وصل لحد رفيقه الصقر الثاني اللي كانوا سوا على الغصن. مرات مثل ما كان هالصقر متمسك بالغصن وخايفين انه يبعد عنه، خايفين انه يطير، خايفين انه يروح لبعيد، لانه متعود على المطرح اللي هو فيه، على اللي خلق فيه او اللي كان فيه. مرات كتير من الاشخاص بخافوا يغيروا طريقهم، بخافوا يغيروا حياتهم، بخافوا يغيروا حتى الاشخاص اللي حدهم، لانه هيك هن حاسين بالامان. حتى انه ممكن هالخطوة اللي بدهم يعملوها تاخدهم على مطرح تاني. مرات الحياة بتكون بحاجة لإصرار، بحاجة لإرادة، بحاجة أنه نتغلب على الخوف، لأنه الخوف بخلينا مربطين، بخلينا نضعف، بخلينا نكون محدودين بالنجاح، محدودين بالمطرح وبالأشخاص. ما تخافوا من اللي جاي،
ما تخافوا من المستقبل، لأنه يمكن يكون كل يوم في أمل جديد، بس خليكن متمسكين بإصراركن، بدفاعكن عن هدفكن. حددوا وجهة السير صح وانطلقوا للحياة، مثل ما هالصقر فتح جناحاته وانطلق للحياة، لأنه الحياة بدها مين يكتشفها، والحياة بدها مين يكون قوي ويقدر يتحداها. ما فينا نضلنا عايشين مطرحنا، ما فينا نضلنا مثل ما كانوا يقولوا لنا خليك جنب الحيط. اوكي، ضلني جنب الحيط بالاخلاق، بالانسانيه، بتعاطى مع غيري، بكل مثل ما بقولوا القيم اللي انا بدي اعيش فيها، ولكن من حقي كمان اني اجرب اشياء جديده، اكتشف قدراتي، ابداعاتي، انا وين بنجح، وما خاف اني غير مستقبلي. لانه الخوف مثل ما كان مربط لهيدا العصفور وقاعد بس على الغصن، رح يكون كمان معنا مربط، حياتنا رح تكون مربطة اذا نحن بس ضلينا بالاشياء اللي بنعرفها والمعودين عليها. انا بدي ارجع عيد كل المشاهدين بعيد مريم، عيد العذراء، عيد انتقال السيد العذراء اللي كان امبارح، وبتمنى انه يكون عن جد هالعيد خير علينا وبيحمل الامل والفرحه لقلوبنا كلنا يا رب. رح نتوقف مع ترتيلي بهالمناسبه وبنرجع بنكمل فقراتنا لليوم. إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة محافل الملائكة وأجناس البشر لك أيتها الهيكل المتقدس والفردوس الناطق وفخر البتوليا التي منها تجسد الإله وصار طفلا وهو إلهنا قبل الدهور، لأنه صنع مستودعك عرشاً وجعل بطنك أرحباً. من السماوات لذلك يا ممتلئة نعمة تفرح بك كل البرايا
وتماجدك حابين تعملوا مشاريع لليوم الثلاثة 16 آب 2022. رح نتعرف على الطقس وحالة الطقس لليوم إذا حيساعدكم أنكم تعملوا أي مشروع على البحر أو الجبل. نبقى مع فقرة الطقس. طقس اليوم الثلاثة غائم جزئيا مع محافظة على درجة الحرارة هي ذاتها من امبارح 27 درجة ل 31 درجة. بدنا ننتبه كتير من خطر اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية والداخلية، خصوصا انه في رطوبة شوي راح تكون مرتفعة، وكمان بالمناطق الجبلية الرطوبة راح تخف تدريجيا مع النهار. الرياح جنوبية غربية شمالية غربية نهارا سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة. ممكن يكون في ضباب على المرتفعات وبالداخل، والرطوبة قلت لكم هي بين 60% إلى 80%. هيدا كل شيء لطقس اليوم. اللي بحب يروح على البحر أكيد بيقدر، واللي بحب يطلع على الجبل كمان ممكن تطلعوا على الجبل لأنه بتخف درجات الحرارة تدريجيا مع النهار. ننتبه كتير منيح نحط بروتكشن من الشمس وناخد شابو أو كاسكات كرمال اللي رايحين هايكينج أو رايحين أي اكتيفيتي يعملوها بالجبال. نهاركم سعيد. هيدا طقسنا لليوم الثلاثة 16 آب 2022. من فقرة الطقس راح نروح سوا لنصيحة غذائية جديدة. اليوم راح نحكي عن البطيخ. موسم البطيخ بتعرفوا نحن بلبنان الموسم على طول في كتير فواكه، ولكن البطيخ هو من الفواكه الكتير مهمة واللي بتساعد انه ترطب لك جسمك. البطيخ فيه 92% مي. هذا المحتوى هو عالي من المي، بيعطيك كمان رطوبة لإلك وبيأمن سعرات حرارية منخفضة. هيدا السبب بيخلي البطيخ يعطيك المذاق المنعش. بيساعد تناول البطيخ على أنك تأمن المعادن الطبيعية اللي بيحتاجها جسمك، وكمان بيأمن الفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة. شو في بقلب البطيخ؟ بقلب البطيخ في مغنيسيوم وفي بي سيس، وكمان كتير من المعادن الموجودة بقلب البطيخ. على الرغم من احتوائه نسبة عالية من المي، ولكن البطيخ بيوفر فوائد غذائية كبيرة وفيتامينات كتيرة. قد ما فيكن تاكلوا بطيخ، وكمان فيكن تعملوا عصير البطيخ اللي هو بيعطيكن نفس الفايدة وبتحسوا حالكن فريش أكتر. هيدي نصيحتنا لليوم. من فقرة التغذية منروح لبريك ومنرجع مع ضيفنا وضيوفنا كتار لليوم. أمثال سليمان. الابن الحكيم يسر أباه، والابن الجاهل حزن أمه. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يدفع هوى الأشرار.